هذه اللقاة عثرت عليها مفارز شرطة حماية المواقع الأثرية والتراثية في بورسيبا بالقرب من مقام النبي إبراهيم بمحافظة بابل، بعد أن جرفتها سيول الأمطار المتساقطة. مفتشية آثار بابل أكدت أن اللقاة عبارة عن فخاريات وحلي وعملات تعود إلى عصور فرثية وساسانية وإسلامية. حصلنا أثناء تجواننا حصلنا يعني بكثرة من المواقع الأثرية، يعني القطع أثرية تعود للعصر القديم. وتؤكد دائرة الآثار في بابل أن مجموع المقتنيات الأثرية التي عثر عليها بسبب هطول الأمطار خلال العام الماضي بلغ أكثر من 1000 قطعة أثرية جرفتها مياه السيول من التلال والمرتفعات الأثرية. ويؤكد معنيون أن سراق الآثار يستغلون مواسم هطول الأمطار لنبش المواقع الأثرية التي تحتاج إلى توفير حماية أمنية قصوى لمواجهة هذه العصابات. انتشال أكثر من 1000 قطعة، مرة من المرات جمعنا أكثر من 400 قطعة بيوم واحد، هي تحديدا من هذا المكان. وبعض اكثر المواقع اللي ظهرت بها اثار نتيجه سقوط الامطار، نتيجه الارتفاع الموقع، هو موقع برس. بعض المواقع الاثريه تكون الاثار او اللقى الاثريه قريبه الى سطح التربه، طبيعة حال تنكشف بعض اللقى الاثريه مثل جرار مسكوكات. يبدو ان الامطار تعد فرصه لسراق وعصابات تهريب الاثار لنبش المواقع الاثريه، وهو ما يتطلب توفير الحمايه الكافيه لحمايه كنوز بلاد ما بين النهرين. واثناء تواجدنا في مدينه بابل الاثريه جاء وفد قادم من البصرة يضم ناشطين من محافظات الوسط والجنوب والغربية لحمل رسالة سلام وتعايش بين المكونات العراقية. ومن أرض حمورابي غنى للعراق وسمار البصرة. يذكر أن آثار بابل أصبحت معلما سياحيا يستقطب الوافدين من داخل وخارج العراق، وهي بانتظار الاهتمام الحكومي الذي يليق بها. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.